بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهاردة هنتكلم على زراعة القمح في المنزل، بس لازم نكون مستوعبين نقطة مهمة، ان احنا مش هنتكلم على زراعة قمح وناخد منه سنابل وناخد منه حبوب ونوديها المطحنة يطلع لنا حبة دقيق نعمل بيهم بقسماط ولا رغيف خبز ولا رغيف فينو. لا، احنا هنعمل حاجة مفيدة كويسة جدا للست البيت، ان احنا دلوقتي في فترة مدارس، او لو مش فترة مدارس فجوزك لو رايح الشغل او انت رايحة العمل بتاعك، فهنعمل حاجة مفيدة كويسة هتدينا من الغذاء والفوائد الكبيرة العظيمة اللي احنا نقدر من خلالها بنوظف علم الزراعة في الحياة المنزلية، وازاي نغذي المجتمع العربي بغذاء مفيد وسليم للصحة البدنية. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل حاجة اسمها القمح المستنبت. لينا طريقتين. القمح المستنبت الفوائد بتاعته عظيمة وجميلة جدا. اول حاجة ان هي بتزود مناعة الجسم. هنتكلم الاول على الفوائد وبعد كده ندخل على طريقة الزراعة. الموضوعنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنجيب القمح السليم اللي مش متكسر، و نستفاد منه في تنبيته. ليه بقى؟ اول حاجة ان هو غني جدا بالعناصر والفيتامينات والاملاح، بيزود الذاكرة للانسان، فبالتالي طلبة المدارس وبالذات خاصة في فترة الامتحانات بتبقى الأمهات دايما بتقول احنا عايزين نأكل الـ ابننا أو بنتنا غذاء يخليهم المذاكرة بتاعتهم تبقى كويسة والذاكرة تبقى كويسة. القمح المستنبت بينفع معانا في الموضوع ده. تاني حاجة إن هو بيخفض ضغط الدم، بينشط الدورة الدموية، والناس اللي بتبقى عندها بشاير جلطة أو جلطة فالمفروض ياكلوا القمح المستنبت، بيعمل سيولة للدم وبيظبط ضربات القلب، فبالتالي بيبقى مفيد جدا جدا. تاني حاجة ان هو بيخفض الكوليسترول، وبرضه حاجة عظيمة، في فرق ما بين خشونة الركبة وضعف العظام، فالقمح المستنبت بيقوي العظام. فالناس اللي عندها بالذات الى الستات ربات البيوت لما بيكبروا في السن بيبقى عندهم هشاشة عظام، أو الرجالة، فالقمح المستنبت لما تاكله بيفيدك جدا جدا في الموضوع دوت، إن هو غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك. نقطة تانية، الشباب المقبل على الزواج مفيد قوي ليه، إن هو بيزود خصوبة الرجال، فبالتالي برضو حاجة عظيمة إن أنت تاكله. ندخل بقى على إزاي نعمل زراعة القمح المستنبت. أول حاجة بنروح عند بتاع الحبوب وناخد منه قمح عادي بسيط، نقول له عايزين قمح سليم، تمام، اللي هو ده القمح بتاعنا العادي اللي انتوا عارفين. بنجيب القمح دوت، وعندنا طريقتين، لإما طريقة المصفى لإما طريقة الأصص أو الأصاري. طيب طريقة المصفى إن احنا بنجيب القمح بتاعنا، تمام، ونجيب مصفى ونحط القمح بتاعنا بالمنظر ده، ونجيب نغسله بالشكل ده كده، حلو. بعد كده نمسكه نحطه في أي علبة وننقعها لمدة يوم كامل في المية. نقعناه بالمنظر ده، نحطه في المطبخ عندنا لمدة يوم، تمام، ونغير المية كده، كل ما ندخل المطبخ نغير المية شوية، بنصفيها، تمام، في المنظر ده كده بنصفي المية كده على المصفى، ولو في قمح وقع بنرجعه تاني، وبعد كده بنزود شوية مية بالمنظر ده، بنغطيه بالمية. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعد النقع لمدة يوم بصفيه بالشكل ده، تمام، واخد القمح بتاعي اعمل حاجة بقى، احطه في المصفى بالشكل ده. طبعا انا جايب كمية
حبوب قليلة عشان الحلقة. أمال أنتوا جيبوا مثلا كمية مناسبة، ربع كيلو، كبشة إيد، كيلو، زي ما تحب. المهم ما يحصلش تراكم الطبقات فوق بعضها، يبقى طبقة واحدة بس من القمح. وحطيناه في المصفى بالمنظر ده، أجي أجيب منديل عادي وأحطه بالشكل ده. حلو الكلام؟ في المصفى. وبعلقه عندي على أي حاجة، وأندي شوية المنديل بتاعي بالمنظر ده. أنديه، يعني ايه أنديه؟ يعني أبلبله ويبقى بالشكل ده. طيب هتقول لي هنا في مية، أقول لك لا، إحنا مش عايزين المية، إحنا بلبلنا المنديل وحطينا المنظر ده، المصفى بعيدة وبالشكل ده، وباقي كل يوم أعمل كده أبص. لا لسه منبتش، احطه بالشكل ده. طب حصل ظهور عفن، على طول اغسله في الحوض. الموضوع دوت القمح بينبت في خلال حوالي من 4 لـ5 ايام. اول لما ينبت القمح وتلاقي الحباية القمح تمام طلعت الجدر بتاعها، ابتدي اشطفه واكله. طيب اكله ازاي؟ احطه مع السلطه، احطه مع السندوتشات، احطه مع الجبنه، اي طريقه. حتى لو عايز تاكله حاف بدون اي حاجه، مع شويه مثلا عودين ثلاثه بقسماط او ايا كان ما تحب تاكله. طيب في تركه صغيره، ايه هي؟ ان انا كل يوم لما ببص على المنديل، المفروض ان انا بشيل المنديل بالمنظر ده وامسك القمح بتاعي اشطفه تحت الحنفية شوية بالمنظر ده، تمام، بالشكل ده كده اشطفه وارجع احط المنديل تاني. طب المنديل شكله بقى وحش بعد يومين تلات، اغيره مفيش اي مشكلة. دي طريقة دوت في الحالة دي القمح يبقى شكله ايه؟ منبت زي الفول كده لما بتحطوه في المية وينبت ويطلع الجدر. مثال بسيط. طيب العملية التانية ايه هي؟ الطريقة التانية، الطريقة التانية بتاعتنا برضو سهلة وبسيطة، ان انا بجيب القمح بتاعي وبرضو لازم اغسله بالشكل ده كده وانقعه يوم. يبقى احنا كده متفقين المرتين مشتركين في الغسيل والنقع يوم. بعد كده بعمل ايه؟ دي بقى الحاجة المهمة. لإما نعمل زي ما احنا كنا بنعمل زمان كده ايام المدرسة، نجيب المنديل او قطن ونجيب علبة بلاستيك بالشكل ده ايا كان، واحط كده واحط بذور بتاعتي بتاعت القمح، افردها من فوق بالشكل ده. طبعا انا عايزها طبقة واحدة من القمح، يعني احط كمية مناسبة وارويها بالشكل ده، تمام اهو. اغطيه؟ لا، اعمل ايه؟ احطه جنب الشباك بتاع المطبخ، وفي المطبخ مش بره. لا ينفع في الصالون ولا في الصالة ولا في اوضه النوم ولا في المكتب، حطه في المطبخ مكان دافي وكويس جنب الشباك عشان الاضاءة، وتسيبه وكل يوم تروي شوية مية بحيث ان ما يحصلش عوم للبذور. لا، شوية مية بس نبلبل المنديل، او ان احنا على طول بنجيب التربة بتاعتنا بالشكل ده كده، واجيب الحبوب بتاعتي افردها عليه بالمنظر ده، تمام، برضو بيبقى طبقة. خلي بالك زراعة كثيفة، تمام. وبعد كده بعمل ايه؟ بجيب شوية تربة نغطيه بس قيمة، وبغطي القمح وارويه. طب ارويه قد ايه؟ ري عادية تبلبل لك التربة كويس اهي. حلو الكلام؟ والاتنين احطهم جوه المطبخ جنب الشباك، تمام، بره لا، اي مكان تاني لا. في خلال تقريبا حوالي اسبوع بتكون البذور منبتة وبقى عندي المنظر ده، باجي على الشكل ده.
بدي ميه اهي ما فيش اي مشكله. في خلال لما يوصل طول النبات تقريبا من حوالي 10 15 سنتي بعمل حاجه حلوه. ايه هي؟ انا كل ده بربي في المطبخ، لا طلعت بره ولا عندي طيور ولا عندي مبيدات ولا عندي اسمده ولا عندي قشر بيض ولا حبوب منع الحمل ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، حاجه طبيعيه نظيفه بيور. اوكي، خلي بالكم من الكلام ده عشان ما الاقيش اسئله غريبه. لاما لما يوصل الحجم ده بشيل الحبايه كامله بالمنظر ده بجدرها. طبعا انا بجمع بقى، بشيل كله، بمسك المنديل واطلع منه البذور كلها واعملها في الساندوتش، بعملها مع السلطه، بقطعها او بعمل حاجه تانية. فيوصل على ارتفاع ده، بالنسبه انا بكلمكم بالنسبه للتربه وبالنسبه للمنديل، الحالتين نفس الشكل، تمام؟ بتكون الزراعه مكثفه وكبيره. باجي على العلبه كده من فوق واقصقص ده، تمام؟ اهو اعمل كده، تمام؟ اهو هتقول لي ده حبه صغيرين، اقول لك والله قلت يترس. يعني ايه يترس؟ يعني يبقى مليان قمح، مش طبقات، لا طبقه واحده من القمح. زي كده ما بتحط الرز على الصينيه عشان تيجي تنقيه من الزلط والحصى، تمام؟ لربات البيوت بتعمل الحركه دي، تحطيه فوق بعض لا عشان ما يعفنش ويبوظ منك. بتاخدي بعد كده الاخضر ده وتقطعيه، تحطي مع السلطه، تحطي مع الجبنه، مع اي حاجه، جميل ولذيذ. الحركه دي بعملها مره واحده، بمعنى ان انا لما بقصه ده بقصه مره واحده فقط واسيبه ارويه برضه بعد 10 ايام او اسبوع بالكتير قوي، بيكون مطلع لي دوره تانية. ساعتها ما بقصش، اخده كله على بعضه كده بقى، تمام؟ بجمعه بالمنظر ده اهو بالشكل ده بالجذور بتاعته، واحطها واكلها. العمليه دي تنفع قد ايه؟ طول السنه. يعني ممكن اعملها نظام دورات، بدل ما انا استنى 7 8 ايام، لا اعمل العلبه دي النهارده وبكره اعمل العلبه الثانيه وبعده اعمل العلبه الثالثه وهكذا. اديكي تجمعي هتلاقي نفسك طول الايام، صيف شتاء صبح ليل مغرب عصر شغال معاكي. يبقى انت كده استفدتي ان انت كلتي حاجه خضراء نظيفه، مفيش كيماويات، مفيش مبيدات، مفيش امراض. هتيجي فين الامراض ده؟ 5 6 ايام لا هيجي له دوده ولا يجي له حاجه ولا محتاج انه جوه المطبخ، تمام؟ وحاجه تانية مهمه قوي بالنسبه لي، هنعلم النشء الجديد عيالك واولادك واحفادك ازاي يزرعوا. ده لربات البيوت، وبرضه الرجاله، والرجاله والشباب اللي هيتجوز ولا هيعمل اسره. بدل ما انت تروح تجيب حاجات من الصيدليات ملهاش لازمه، ازرع لك حبه قمح نظيفه كويسه وتاكلهم بدل عود سجاره ولا اي حاجه. استفاد باللي خلقه ربنا، بالطبيعه، واحنا هدفنا الطبيعه. اتمنى تكون النهارده حلقه مبسطه ما فيهاش اي مشكله ولا اي ميكانيكا ولا اي حاجه، ناكل حاجه نظيفه وكويسه. وتحياتي لكم جميعا، واتمنى تكون حلقه مفيده للجميع. مع الف سلامه.